مبروك لعجمان وهارد لك للجزيرة. أتوقع أن عجمان قدم مباراة كبيرة اليوم، يستحقون الفوز. شوف يعني جايين من خسارتين، اللعيبة كانوا على قد الثقة أن جايين اليوم نطلع بثلاث نقاط. كابتن، إذا بنرجع للنتائج، فريق عجمان قاعد يفوز على الفرق الكبيرة ويخسر في المباريات اللي المفروض أن تكون نقاط مضمونة فيها. اليوم فريق عجمان لو كان فايز على الظفرة وعلى خورفكان اليوم كان في مقدمة الترتيب. هذه لو كنا بنوصل بالنيب الدوري، لكن الحمد لله على كل حال قدرنا أن نعوض الخسارتين. ما في فريق كبير ولا صغير، وكل مباراة وظروفها، والحمد لله مبروك الشباب ويستاهلون على هذه الثلاث نقاط. كانت في قعدة بعد مباراة خورفكان اللي خلت فريق عجمان يظهر بالصورة المميزة اليوم؟ لكن شوف، خسارة تيب خسارة. جلسنا مع المدرب واللاعبين، تكاتفنا أنه ما نتعود على الخسائر. الحمد لله هذا الانتصار، إن شاء الله يجيب انتصار إن شاء الله.